تودي أذكر بالباركود، ترى الباركود على الشاشة، امسح الباركود ويحولك على طول على المتجر، وعسى الله يتقبل منا ومنكم، اختاروا اللي تبوا من هالمتجر وتصدقوا. سب علق على هلين ما علق عليه. ما أقدر أروح لين علق عليه. لا لا ضروري. إيه ما أقدر. تعودت. أهم من هذا أبو عبد العزيز إن الواحد ما يدخل ماله حرام. تمام. يعني الصدقة أنت إذا تصدقت أبشر بالخير، صح ولا لا؟ صح. لكن أنا أقول أهم منها إنك ما تدخل مالك شيء حرام، يمحقه وتكسب ذنب. يعني تكسب الله أعلم، إحنا نقول والعلم عند الله. نعم. تكسب ذنب وممكن يمحق مالك، لكن الصدقة إذا دفعت صدقة من مالك الله بيذيبك عليها ويبارك لك في مالك. نعم. فأهم شيء إنك تطهر مالك وتنظف مالك من شوائب الحرام والاحتيال والشطارة والبهلة والظلم ولا لا. بس وسلامتكم. جزاك الله خير عليك على التنبيه. كلك جميل. يا سلام، بيض الله وجهك يا ابو عايض. عز الله ما قصرت ولا نستغني يا ابو عايض عن نصايح ابو عبد العزيز. يوم من قلت بعلق عليك وكذا في بعيني تحرى ما علق الا بشيء طيب. كلك ما يطلع منك الا الطيب. بيض الله وجهك ابو نايف المسعود. سم هالاسره اللي بتكفلها ب 666 ريال في الشهر. نعم. اما ارمله ولا مسكين ولا يتيم، خذ بشارة من الذي قال الله عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ماذا يقول؟ يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين، اسمع أبوي، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر أو لا يفطر. متفق عليه، حديث في البخاري ومسلم. وش ذا الفضيل يا أخو؟ لا تحرم نفسك طعشوري قبل تقول باسل ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا مما ترك. ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. ثم يأتيك الجواب: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إما أن أسروك ورثتكم طلعوا لك من هالباقي لك شوي، ولا قالوا لو في خير طلع في حياته. نعم نعم. عز الله انك صادق. جزاك الله خير. بيض الله وجهك.